شايف إيه حضرتك من وجهة نظرك الاتفاقية اللي النهاردة اللي تم توقيعها ما بين رئيس الأركان المصري ورئيس الأركان السوداني، شايفها إزاي؟ بشوفها الحقيقة ترجمة للعلاقة الأزلية وللشراكة الاستراتيجية التاريخية ما بين كل من مصر والخرطوم. اتفاقية عسكرية من هذا النوع تأتي في هذا الإطار وتعزز هذا المفهوم الواقعي والفعلي والحقيقي ما بين دولتين، دولتا جوار عبر تاريخهم الطويل المشترك طوال الوقت يتمتعوا بعلاقات جيدة جدا وعلاقات استثنائية وفيها قدر عالي جدا من الخصوصية، يعلمها الجميع، يعلمها شعبي البلدين ويعلمها كل محيطهم الإقليمي. مصر والسودان تتحركان سويا في قضايا المصيرية للإقليم برؤية مشتركة متوافقة. النهاردة تعزيز التعاون العسكري أمر بالغ الدلالة وشديد الأهمية. السودان يتعرض لتهديدات كبيرة جدا جراء السيولة الأمنية اللي تحدثنا عنها اللي موجودة في إثيوبيا، تدفقات لعدد كبير جدا من اللاجئين الأثيوبيين اللي هربوا وفروا من الأجواء اللي موجودة في إثيوبيا ودخل السودان فعلا، وده عبء إضافي. التهديدات العسكرية اللي بتقوم بها إثيوبيا في المناطق الحدودية وبتعمل نزاعات الحقيقة لا محل لها من الإعراب على الإطلاق، وهي تتعدى على حقوق السيادة السودانية بشكل واضح. الأمر واضح المعالم، مش محتاج أي شكل من أشكال التفسير سوى أنه اعتداء على سيادة الدولة السودانية وأراضيها. فمصر عسكريا موجودة بجوار الخرطوم، رفع القدرات المشتركة لكلا الجيشين والقوات المسلحة للدولتين الحقيقة بيتجاوبوا مع مهددات كتيرة جدا موجودة في الإقليم، أثيوبيا إحداها، لكن الإقليم بيمر بظروف صعبة. الدولتين يمتلكوا الإرادة ويمتلكوا الرؤية الاستراتيجية الواضحة أن هم يكونوا على قدر من الجاهزية لمقابلة أي تحديات من الممكن أن تتعرض لها أي من الدولتين أو الإقليم برمته الحقيقة. تمام، شكرك فندم، شكرك، شكرا جزيلا سيد العميد خالد عكاشة، شكرك فندم. النهارده